مكون متوفر في كل بيت. نعم أختي الكريمة، غادي يهنيك من تصبغات وكذلك الكلف، وغادي ترحميني فاش غادي تجربيه في هذه الفترة، بالأخص فترة الصيف، من تصبغات ديال الشمس وكذلك الكلف القديم وكذلك البقع الداكنة. وكذلك جبت لك أختي الكريمة سبراي اللي غادي تجربيه وغادي ينفعك وغادي ترحمي لي والديا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته العائلة، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة، ويلقاكم هذا الفيديو دائما بخير وعلى خير. اليوم كيف ما شفتم العنوان، كيف ما شفتم المقدمة ديال الفيديو، جبت لكم وصفة رائعة رائعة ومجربة في إزالة الكلف والتصبغات اللي كتكون عندنا في البشرة ديالنا، وكذلك الناس اللي كيعانيوا في هاد الوقيته هادي في الشمس من هاد المشكل هذا ديال التصبغات. هاد الوصفه هادي ما عليكم الا تجربوها وتداوموها ان شاء الله، وغادي تشوفوا النتيجه بعينكم. نتمنى منكم دائما انكم دعوه الخير كافيه، لانه الحمد لله الوصفات ديالي ناجح الحمد لله بالشهاده ديالكم وبالتعليق ديالكم اللي كتخليوا لي دائما دائما دائما. نمشيو الان خوتي لتحضير الوصفه اللي رائعه 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 بهذا المعنى. يلا نمشي نبداو على بركه الله. المكون الاساسي عندنا في هذه الوصفه هذه واللي رائع جدا كيف ما قلت لكم التصبغات والكلف، وغادي ترحموني فاش غادي تجربوه باذن الله، هو الباذنجان، اللي هو التنجال باللغه الدارجه المغربيه كيف ما كنقولوا ليه. اول شيء غادي نديروه هو غادي يعني نقيوه، نحيدوا له هذاك القشر ديالو الفوقاني، وغادي نقطعوه الى دوائر صغيره يعني باش نوضعوه في اناء ويطيب معنا بسرعه كيف ما كتشوفوا في الصور. صافي غادي نجيبوا قدر اللي غادي نحطوا فيه الباذنجان ديالنا، وغادي نوضعوا فيه واحد الكميه ديال الماء، وغادي نوضعوه على النار، وغتبقاو معايا باش تشوفوا الطريقه بالتفصيل. ها كيف ما كتشوفوا في الصوره ضروري انه يغلى مزيان ويطيب لنا، يعني تقريبا انا خليته فوق النار واحد 10 دقائق. من بعد صافي يعني هنايا راه طاب لينا ويعني وحيدته على النار. هانتوما كيف ما كتشوفوا خاصو يكون على هذا الشكل هذا باش نعرفوا انه الباذنجان ديالنا طاب لينا مزيان باش يعطينا فعاليه مزيانه. صافي هنا كيف ما شفتوا غادي نحيدو من هذاك الماء اللي يعني حتى هويا ما غاديش نضيعوه، حتى هويا غادي نستعملوه على شكل سبراي مفيد، حتى هو جدا 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 للبشره. صافي هنا في هذه الاثناء كيف ما شفتوا من بعد ما يعني صفيت الباذنجان كامل، غادي نضيف ملعقه ونصف ديال زيت الزيتون اللي هي ضروري وضروري راكم عارفين يعني زيت الزيتون الاهميه ديالها للبشره. وكذلك هنايا غادي نضيف تقريبا واحد نصف ملعقه او ملعقه صغيره ياغورت طبيعي او زبادي طبيعي اللي حتى هو مهم جدا للبشره ديالنا وكذلك للكلف. وفي هذه الاثناء انا ضفت هنايا بعض القطرات ديال فيتامين او اللي هو مهم 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 في هذه الوصفه هذه، وضروري اننا نضيفوه مع هاد الخلطه هذه. صافي هنايا كيف ما شفتوا غادي نخلط العناصر مع بعضها وغادي نطحنهم مزيان، وكل ما طحنا الخليط مزيان 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 تيكون يعني لين على البشره ديالنا. صافي هنا كيف ما شفتوا في هاد الاثناء هذه تطحن ليا الخليط، وغادي نوضعه هنايا في شي وعاء ديال الزاج، ضروري انه يعني تحتفظوا به في وعاء ديال الزاج، وغادي نضيف عليه هنايا بعض القطرات ديال فيتامين اللي مهم مهم كيف ما قلت لكم في هذه الوصفه هذه وكذلك للبشره. صافي هنايا غادي نقلب خوتي باش نشرح لكم طريقه الاستعمال ديال هذا البخاخ هذا وكذلك ديال الوصفه ديالنا. والان خوتي كيف ما شفتوا حضرنا الوصفه ديالنا اللي هي هذه وجدات، وكل ما طحنتوها مزيان يعني حتى تولي على شكل كريميه كل ما مزيان. طريقه الاستعمال انا غادي نوريكم، كنجيبوا فرشات على هذا الشكل هذا، وكنجيو الاماكن اللي كتكون عندنا فيها تصبغات كنحطوها فقط في الاماكن اللي عندنا فيها تصبغات،
وعندنا فيها كلف. مثلا عندنا الكلف هنايا غادي نوضعوه فقط في هذه المنطقه هذه، ها انتم معايا على هذا الشكل هذا، نحطوه على هذا الشكل. ما بغاش نلصق بالفرشه البنات، انا غادي نوضع نخدم الجديدات ديالي، ها انتم معايا، ونكونوا متكيين باش الخليط يثبت لينا في المكان اللي كتكون عندنا فيها تصبغات وعندنا فيها كلف لهذا الشكل هذا. نتوما كنأكد لكم المكان اللي تيكون عندنا فيه كلف ما كنحطوش في البشره كامل، كيف ما قلت لكم عندنا كلف هنا او عندنا كلف هنا او عندنا هنا او عندنا في يدينا، اي مكان عندنا فيه كلف وتصبغات نحطوه فيها، يعني نوضعوه في هذاك المكان على هذا الشكل هذا. صافي وغادي نخليوه ربع ساعه وديك الساعه غنرجع معاه. صافي البنات كيف ما شفتوا من بعد ما تخليوه هذيك المده اللي قلت لكم اللي هي ربع ساعه في البشره ديالكم، صافي من بعد غادي تمسحوه يعني على هذا الشكل هذا، ولكن تكونوا يعني متكين هكا غزاله. البنات هذه الوصفه هذه راهي وصفه رائعه ومجربة من العديد ديال الناس، غير هي البنات خاصكم المداومة عليها، ماشي من المرة الأولى أو المرة الثانية وتقولي لي يا سناء راه الوصفة ما نجحتش معايا أو ما عطتنيش نتيجة، راه على حساب القوة ديال الكلف. وكذلك راه كاينين الناس اللي عندهم كلف قديم وخاصو على الأقل واحد المداومة باش الوصفة يعني تنجح معاهم وتعطيهم واحد النتيجة اللي زوينة. من بعد ما نطبقوا الوصفه ونمسحوها ونغسلوا البشره ديالنا، نجيبوا يعني الفيتامين او. الا كان عندكم مثلا الفيتامين او متوفر عندكم في المنزل ديالكم، يعني من بعد من هذه الوصفه هذه احسن شيء البنات ديروه هو يكون عندكم يعني هو الفيتامين او، وتحطوه على البشره ديالكم. انا كيف ما كنقول لكم دائما المنتوجات اللي كناخذها من بلونتين البنات، ها هي هاد لا مارك هادي، حيت كتعجبني وكنرتاح فيها بزاف، وهي يعني راه فيها جميع انواع ديال البشرات. اي الا كان مثلا عندكم البشره دهنيه او البشره حساسه او البشره جافه، تلقاو جميع المنتوجات عندها وغادي تستافدوا منهم ان شاء الله باذن الله. صافي هنا كيف ما قلت لكم عندكم هذا استعملوه، عندكم الفيتامين سي حتى هو مهم البنات جدا جدا جدا. نوريكم ها هو البنات، قراو هنايا، ها هو البقع الداكنه وكذلك الشيخوخه وكذلك اي حاجه يعني كتكون عندكم في البشره ديالكم الا وهي كتحميها. هذا البنات حتى هو غتلقاوه في لي باغا فارماسي ديال ناتور اسوان، ها هي ناتور اسوان ديكا. انا كنستعمل لي برودوي ديالهم كيعجبوني بزاف. ها هما البنات، راه الفيتامين سي البنات غني على التعريف يعني معروف البشره، وكذلك شنو الدور ديالو البشره ديالنا، وكيحمي علينا من التجاعيد وكذلك البقع السوداء وكذلك البقع الداكنه. اخوتي الفيديو ديالي كيسالي، نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه هذه، وباش تنجح معكم دوموها ماشي مره ماشي جوج، باش تنجح معكم الوصفه وتنال الاعجاب ديالكم. وكذلك كنتمنى لكم نهار مبروك، وما تنساوش اختكم سناء من لايك فضلا وليس امرا، وتهلاو ليا فراسكم الى فيديو قادم باذن الله. مع السلامه.